هيك رح تكون حلوية. لا 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 ايش فيه؟ واخيرا لبسنا فيك الكيس وهذا المقلب اللي عملنا فيك. لف 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 توختوني. انت بتعمل فينا مقالب؟ علوش تلبس فيه المقلب. شو هيك يا زلمه؟ والله هو هيك يا عمي. لا علوش. عم فداه وعم فراس عملوا فيها مقلب خنقوني وانا زعلان منك. قول قول ما انت انت الحق عليك. انت بالبدايه عمل فيها مقلب هو اللي بس المقلب الثاني. انا عمو فداء وعمو مروش ملونه ملونه صابونه. انا كنت بتعمل فيه المقلب لقيت المقلب علي وما تحفر حفره الاخير وقع فيها. خلص. طيب يا علوش انا بوريك. تشرد فداء اشرد. الرجل الثلجي صار علوش. ولك وينك يا علوش؟ عمر يا بر شفت صوفية؟ ايش اللي بيصير هذا؟ ايش اللي وينك انت وينك؟ الرجل الثلجي صار علوش. ولك وينك يا علوش؟ عمر يا بر شفت صوفية؟ مين عامل فيك هيك؟ يا عمار هذا شو بتنبرشوا علي وغرقوني؟ لكن بقولكم فدا الوطن، فدا الصحبه، فدا الصداقه. هاي المجرم، هاي المجرم يا مجرم يا مجرم يا ابو الصابون. طبعا كان يوم جميل وممتع، انبسطنا وفرحنا. يعني عاجبك هذا الصابونه؟